الصالحين. دنيا ساعة فاجعلها طاعة. انت باخذ مني فيديو. اي صح بس الموقع شو اسمه وقف موجود شوية. موجود عندي باليوتيوب. خل نعيد مثل ما يقولون كل يوم ان الله بالقرآن يقول في هو في شأن. شنو تحب تذكرنا تذكير اليوم؟ والله الله بالقرآن يقول فذكر فإن ذكرى تنفع. ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها سيدي اللهيبي فإنها تذكركم بالآخرة ما في شك. الله وزيارة القبور سبحان الله والصلاة على الجنائز صح. من صلى على الجنائز فله أجر قيراط والقيراط بقدر جبل أحد سمع. ومن تبع الجنازة ودعا الأموات أيضا له أجر قيراط والقيراط بجبل أحد صح. فيقول أحد الصالحين والله لقد ضيعنا قراريط كثيرة. أي والله صح. فهذه فرصة صراحة الواحد يعني كلها ربع ساعة نص ساعة يصلي على الجنازة ياخذ هذا الأجر العظيم. نسأل الله يكتب لنا ويكتب الأجر إن شاء الله. زين سيدي الهيبي ولو انا بغير الموضوع عشيره الهيبي عشيره كبيره بالجزيره العربيه اي ترجع الى من؟ هم يرجون الى زبيد وزبيد يرجع الى معد بن يكرم الزبيدي اللي هو الصحابي الجليل من اصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا سيدنا حتى فيهم قاده عسكريين. اي طبعا اكيد اكيد والله بالعراق وسوريا والسعوديه. اقول اكرمكم عند الله تخاف. اقول لك سيدي الحين لو سالتك تقدر تقول لي كم جنازه صليت عليها او صليت او دفنتها؟ في حياتك؟ لا والله والله انا بفضل ربي يعني دائما اجيني يعني فوق ال 10,000؟ ما ادري ما اتذكر والله بس نجينا لا ما ما اتوقع بس نجينا تحس براحه نفسيه؟ ما في شك ما في شك ما في سبحان شك. الله اجر عظيم وخاصه صح. لما تكون بعد انت صايم صح الحبيب صلى الله عليه وسلم قال من اصبح منكم صائما؟ قال بكر انا. قال من اصبح صلى على الجنازه؟ قال رانك يا بكر انا. قال من اصبح اطعم مسكينا؟ قال قال من زار مريضا؟ قال انا. قال ما اجتمعت في رجل الا دخل الجنه. والله انت سويتها كلها اليوم ولا بعد؟ انا قبل فتره وعليكم السلام سويتها كلها. شنو هي؟ اللي هي الله يسلمك الصيام واطعام المسكين وانا زياره بس ما زرت مريض وزرت مريض مستشفى رحت مين هو خلنا ندعي له رحت الى 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 مستشفى الرازي ايوه زين ودخلت معي حلويات شلون شلون الله وندعو لهم يعني اجر ان شاء الله ان شاء الله كان اول حتى الوالد سيد يسرفعه كان نسيب له الدكتور علي الهديب كذي كان ياخذ عياله اتذكر اشوفه يزهرون معروف اي اي معروف يقول كما تسوى يسوى بك اكيد ما في شك ما في شك الجزاء من جزء العمل الله يحفظك الرازي للكسور ها اي اي العظم صعب الحمد لله الحمد لله الحمد لله ماجورين ماجورين الله يحفظك جزاك الله خير فاتحة الله يحفظك صمدية والله واحد اللهم سبحان الله انت اسمك الكامل كله انسى اي انا اسمي ما ينسي رعد رعد تعرف انك رعد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل واحد له من اسمه نصيب انا يسالوني الشباب يقول ليش سموك رعد؟ قلت والله الوالده تقول لي فتحت المصحف وطلع صوت الرعد سبحان الله فسميت رعد هل انت مبروك اي يمينك الله يبعد ابوك والله مدد الله مدد جزاك الله خير بس خالد من الخلود ما في شك شكرا الخلود ان شاء الله الصالحين تعالى الصالحين الله يحفظك بس انت اقوى عزيز انت رابع. مثل ضاري ومثل فهد ومثل الله يحفظك شكرا الله بس لازم تسمي ولدك برق اي برق ومطر او براق براق شكرا سيدي حبيب قلبي الله يحفظك حياك سيد هلا والله هلا مولانا الله يحييك جزاك الله خير شكرا.